دعنا نلقي مزيد من الضوء، كيف تعاملت ألمانيا مع هذه الآفة؟ عربي، أجدد الترحيب بك. قانون الأمن العام، يمكن هذا القانون الذي أقرته فرنسا للتصدي إلى الإرهاب. البرلمان الألماني في 7 مايو الماضي أقر أيضا تعديل على قانون مكافحة التطرف والكراهية والإرهاب على شبكات الإنترنت. أبرز بنود هذا التعديل، وهل ثمت مردود على أرض الواقع منذ 7 مايو حتى هذه اللحظة؟ ندى، مساء الخير عليك. الحقيقه الامر بالاتحاد الاوروبي منقسم الى امرين، الموضوع مرتبط بالمانيا من ناحيه وبالاتحاد الاوروبي من ناحيه ثانيه. الموضوع المرتبط بالمانيا، كما اشرت، القانون اللي تم تعديله هنا في المانيا سمح حسب البرلمان الالماني البوندستاغ بتصويت اغلبيه الحزبين الحاكمين، الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي ايضا، بان يسمح للاجهزه الامنيه هنا في المانيا على مستوى مكتب حمايه الدستور والمخابرات الداخليه والشرطه الالمانيه ايضا بمراقبه كل وسائل التواصل الاجتماعي. الهدف الاساسي منها هو منع انتشار الفكر اليميني المضطرب هنا في المانيا، حسب ايضا تقرير المخابرات الامنيه الداخليه لعام 2020 الذي خرج قبل اسبوعين الى 3 اسابيع الماضيين، حذر من اليمين المضطرب داخل المانيا وداخل الاتحاد الاوروبي بشكل كبير، ايضا التنظيمات الارهابيه سواء جماعه الاخوان المسلمين التي وصفها جهاز حمايه الدستور هنا في المانيا بانها جماعه تعمل في الاساس ضد الدستور الالماني على الاراضي الالمانيه. وكانت هناك محاولات عديده لحظر الجماعه داخل البرلمان الالماني البوندستاغ، ولكن وزاره الداخليه الالمانيه لها اسبابها عندما تمنع جماعه او لا تمنعها، اسباب داخليه خاصه بالمانيا، ولكن هناك تحذيرات من هذا الامر. بالنسبه للاتحاد الاوروبي، ندى، الحقيقه الاتحاد الاوروبي منذ عده سنوات وليس فقط الشهور الماضيه يخصص اموال للبرامج الموجوده لمكافحه الارهاب داخل الاتحاد الاوروبي، خاصه وان الاتحاد الاوروبي من الخارج يبدو بالفعل انه اتحاد قوي جدا، ولكن يفتقد الى برنامج تم الاشاره ليه بعد العمليه التي تمت في فيينا على الاراضي النمساويه. لا يوجد برنامج داخل الاتحاد الاوروبي لتبادل المعلومات وتبادل من الذي خرج وعبر بين دول الاتحاد الاوروبي بينها وبين بعض. بالطبع هناك برامج امنيه لتبادل المعلومات، ولكن لا توجد معلومات حوالين من الذي عبر الحدود، لان العمليه التي تمت على الاراضي النمساويه في فيينا تحديدا قبل شهور، الذي قام بهذه العمليه والمجموعه التي كانت معه كان مجتمعا في احد الحضائر داخل النمسا، واشترى مواد متفجره واسلحه من دوله اوروبيه اخرى. لذلك اقر البرلمان اليوم ايضا في اجتماع رؤساء دول الاتحاد الاوروبي 26 ايضا خرجوا بتوصيه خاصه بهذا الامر بضروره تجديد الاجراءات الخاصه بمكافحه الارهاب على الاتحاد الاوروبي بشكل فعال وليس كما كان لو تبقى معي.